إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 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 سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 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 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 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 وعلى أبصارهم غشاوة 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 ولهم عذاب عظيم 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 وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر 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 وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هنسمع الجديد 3 مرات ونجيب من أول السورة في نفس التسجيل 2 مرات. ضروري جدا لازم تبعت التسجيل بتاعك، ما تحفظش وبس، لازم تبعت التسجيل عشان تهتم وتذاكر أكتر وتحفظ أكتر إن شاء الله. حلقة التجويد لازم تسمعها ضروري جدا للآيات دي وتقرأها 30 مرة. إن شاء الله لو عملت كده هتحفظ حفظ أحسن من أي حد موجود إن شاء الله. بس نعمل إيه؟ لازم حلقة التجويد وتحفظ معايا والصوت العالي والتركيز والمصحف بتاعك. جميع الحلقات موجودة على القناة مفتوحة للجميع. حلقات التحفيظ في قائمة اسمها حلقات التحفيظ أو تثبيت سورة البقرة. حلقات التجويد موجودة في المصحف المعلم أو تعليم الأحكام والتجويد، دي موجودة في قائمة الوحدة ودي في قائمة الوحدة. أسأل الله أن ييسر لكم حفظ القرآن الكريم ويدخلكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والسلام عليكم.